أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلبي. أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية في المكان توفي المتوجه، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد غيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم برنامج استعراض حالة شفاء من المغرب، برنامجكم ولا تي أسو. اليوم كنتواجدوا في مدينة أغوراي، هذه المدينة اللي كتواجد يعني ما بين مدينة مكناس ومدينة الحاجب، مدينة صغيرة، مدينة جميلة جدا أعزائنا المشاهدين، جميلة يعني بالمناظر ديالها الخلابة، إضافة أيضا للكرم ديال الأهل ديالها. هاد الأهل اللي من بينهم سي عبد الرحمن، سي عبد الرحمن عانى من مشكل الروماتيزم، إضافة أيضا المشاكل على مستوى المعدة ومشكل المس، فولله الحمد من بعد ما استعمل جرعات المكملات الغذائية فهو اللحظة بصحة جيدة، استقبلنا في البيت ديالو كما قلت أعزائنا المشاهدين، وغيحكي لكم وغيروي لكم تفاصيل المرض ديالو كما هي، إضافة أيضا كيف أنه ولله الحمد تحسن ولا بصحة جيدة اللحظة من بعد ما استعمل كما قلت جرعات المكملات الغذائية اللي كتنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. التفاصيل كاملة أعزائنا المشاهدين غتلاقاو معها خلال حلقة اليوم، بقاو معنا. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن من مدينة أغوراي، سن 26 سنة، كان عندي مشكل ديال المس والروماتيزم، المهم والحمد لله استعملت منتجات ديال الدكتور الهاشمي وليت دابا بخير الحمد لله، تحسنت الحالة ديالي شوية. المهم كنت كنعاني من الم في الراس، الم في المفاصل، البروده، دوخه شويه هكا. المهم الحمد لله استعملت الجرعه الاولى والثانيه تحسنت شويه، الثالثه شويه، الرابعه مزيان، الخامسه حسيت براسي مزيان، والحمد لله كنشكر الدكتور الهاشمي وكنشكر المولدين ديالي واصدقاء، المهم صراحه اللي وقفوا معايا كل شيء، وكنشكركم نتوما اللي صراحه جيتوا عندي هنا وتعاملتوا معايا بزاف، تمرتوا معايا سمحوا لينا بزاف، وشكرا بزاف مرتناكم معانا. المهم كنت كنمشي، المهم كيفاش باش كنت عاني في الاول، منين الدار شويه اللي كانت يألمني بزاف، مشيت دوزت درت تصويره قال لي عندك الروماتيزم، انا اتجهت مباشره بحكم انني متبع القناة بزاف هكا وعرفت كيفاش براو الناس بزاف الحالات براو على المنتجات ديال الدكتور الهاشمي، واستعملت مشيت عندهم عرفت عليهم الحالة ديالي، عطوني الدواء، المهم خلصت عطوني الدواء، استعملت الدواء بخير حسيت بالراحة والحمد لله والشكر لله. تقريبا بالضبط في 2011 كنت كنعاني، المهم داكشي شدني بزاف، ولكن واخا هكاك ما كنتش مهتم، المهم خدام وصافي هكا هاز كما تنقولوا هاز الدقه وصابر، لكن مؤخرا بزاف تقريبا 2016 زيرني داكشي بزاف، ما بقيتش قادر لا هكا نحني ولا هكا نهبط نس شي حاجه هكا ولا شي ثقل والو، ما بقيتش قادر درجة انني كنمشي للجمعه كنصلي كنشوف شي راجل كبير هكا تيسجد في الركوع هكا تنقول ويلي الراجل الكبير وراكع وكيفاش انا مازال صغير وما قادرش نركع، كيفاش راه العجب هذا. المهم تخني الوسواس قلت كيفاش سميتو هكا. المهم منين استعملت الدواء الحمد لله والشكر لله بخير وعلى خير، وان شاء الله كنشكر الدكتور الهاشمي كنقول الله يطولنا في عمرك والله يبارك فيك، وصراحه دواء في المستوى شي حاجه رائعه بزاف. في الاول بداني بالمعده، قرحه في المعده ما كنتش كنقدر نعس والو، يعني لدرجه انني تنكون ناعس وكنوقف الشيء تيجدني داكشي تيجدني بزاف. المهم من المعدة شوية انتقل ليا المفاصل، في المفاصل المهم حسيت بداك المهم بالعياء، ما نقدرش نبقى فوق بزاف، ما نقدرش نبقى جالس، يعني وليت نفشل ولا عندي الفشل. المهم والبرد بحال رجلي تيبردو ليا بزاف ويدي، المهم صافي عرفت بانه مع بقيت تنتبع هكا تندخل لك الفيديوهات تنتامل الناس اللي برا هكا، صراحه دوا شي حاجه كما تنقولوا شي حاجه مانيفيك، شي حاجه رائعه، والحمد لله والشكر لله. اي واحد مرض يأثر عليه المرض، يعني راه النفسيه ديالك اول حاجه تتقاس لك، النفسيه ديالك تتقاس لك، الشخصيه ديالك ما تبقاش قادر يعني تحمل شي ضغط ولا شي حاجه ولا هكا بنادم تيهضر معاك تسكو صافي الراس ديالك مرون،
ما بنادم ما تتبقاش مسوق له كاع، تقول في راسك انت غير امتى، منين جاني هادشي، كيفاش ولي هادشي، يعني تولي موسوس. وهكا المهم الحمد لله دابا بخير وعلى خير، الحمد لله والشكر لله. وكنشكر الاصدقاء ديالي اللي هما صراحه ما بخلوش عليا لا بالتعامل لا سميتو، تعاملوا معايا نفسيا مزيان، عاونوني اللي هما حامد مرو، حامد القصبور، زهير حتو، صراحه اصدقاء ديالي تنشكرهم، قدموا لي مسانده لا مشروطه، ف كما تنقولوا فعاونوني بزاف نفسيا. وتنشكر الوالده ديالي اللي عانت معايا بزاف ماديا وذهنيا، والوالد ديالي حتى هو صراحه كنشكره بزاف بزاف، والاخوان ديالي والعائله الصغيره والكبيره، شكرا. الخدمه صافي ما بقيتش نحمل الخدمه، قدر غادي نمشي نخدم حتى نقول فوقاش نصبح الحال باش نمشي نخدم، شي نخدم نقول صافي خصني نرجع للدار، ما بقيتش نرجع للدار. ومني نرجع للدار علاش نرجع للدار، تنقول باش نعس، ومني نمشي نعس والو، نعس والو ما كاينش، هادشي اللي كاين. مازال ما كاين مع معروفه ما ولاو، كتدوز تيدير كان تيدير الرقيه الشرعيه بالنهار وقيلا، المهم وقيلا متبعين هكا كيفاش، شويه بداو تيبينوا لي فيديو ديال الناس اللي براو، وبدينا تنتاملوا في داكشي كيفاش هكا كيفاش. صافي تعرفت على المركز مزيان مزيان، وبديت تنشوف اللي الناس اللي تيصوروا براو بزاف، كان عندهم حالات خطيره وبراو، كاين اللي عنده سرطان وبرا، كاين اللي عنده روماتيزم، كاين المهم صراحه لولا الهاشمي لكان الهلاك لبعض الناس صراحه، اللي ما لقاوش الحل في الدواء في الطب والو. الحمد لله والشكر لله على اللي عند ربي، الحمد لله عليه والشكر لله. الناس اللي تتفرجوا فيا غادي نقول لهم صراحه، الدواء ديال الطبيب الى درتيه المره الاولى والثانيه والثالثه وما نفعش معاك ابعد منه، اتجه المركز ديال الهاشمي، مركز الحقيقه 100% حقيقه قولا وفعلا صراحه. كلمه اخيره تنشكرك انت بعدا اللي عانيتي معنا صراحه، مشيتي هنا تحملتي الطريق كامله، شكرا بعدا بزاف، وشكرا للدكتور الهاشمي، وشكرا للعائله الصغيره والكبيره. السلام عليكم ورحمه الله.